بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، عزيزي الدارس، نلتقي بك في تفسير ثلاثة، وهذا اللقاء الخامس من تفسير سورة النساء، وهو تفسير للآيات من رقم 44 إلى الآية 59 من السورة. وإن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم عن المعنى الإجمالي وتوضيح بعض المناسبات في الآيات وعلاقتها فيما بينها وعلاقتها بالآيات السابقة التي أخذناها في اللقاء السابق، ثم نذكر أسباب النزول أو بعض أسباب النزول، ونذكر معاني الآيات ومعاني المفردات، ونشرح بعض اللطائف أو ترجع إليها إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه الوحدة، وتوضح بعض أبرز القضايا التي سنذكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى، كما نستخرج وتستخرج أنت أيضا بعض الهدايات المذكورة في هذه الآيات. وقد قسمنا هذه الآيات إلى مقطعين، المقطع الأول من الآية 44 إلى الآية 56 من قول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، إلى قوله عز وجل: فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. فهذا المقطع الأول قول الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أي ألم تعلم يا محمد أمر اليهود الذين أعطوا حظا من العلم نصيبا من الكتاب من التوراة يستبدلون الضلالة بالهدى، وهذا ليس لجهلهم وإنما لجحودهم وتعنتهم ورغبتهم في هذه الدنيا، وكذلك بعضهم ربما يكون من الجاهلين، لكن هنا الحديث عن علمائهم وعن منظريهم الذين يرجع إليهم الأمر. والله أعلم بأعدائكم منهم هؤلاء اليهود أيها المؤمنون، يعلم الله عز وجل بعداوة هؤلاء اليهود لكم، وكفى بالله وليا لكم من أن يهزموكم أو أن يضروكم، فمن كان وليه الله سبحانه وتعالى فنعم المولى ونعم النصير. ثم قال: من الذين هادوا، هنا من أي بيان للمتكلم عنهم هم اليهود أو بعضهم إما أنها تبعضية أو بيانية، هذه من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي من اليهود فريقا دأبوا على تبديل كلام الله وتغييره عما هو عليه بالتحريف المعنوي لمعاني الكلمات، بل أن تحريفهم وصل إلى الألفاظ وإبعادها، كما قال الله سبحانه وتعالى: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فهنا كما جاء في بعض الدلالات يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أي يحرفون التحريف اللفظي، وقوله يحرفون الكلمة عن مواضعه أي التحريف المعنوي لمعاني الكلمات ولمعاني السياقات. يا أيها الذين أوتوا الكتاب، هنا خطاب مع أهل الكتاب الذين كانوا موجودين بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب عام لأهل الكتاب جميعا أيضا. يا أهل الكتاب صدقوا واعملوا بما نزلنا من القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مصدق لما نزل من التوراة قبل ذلك ولما نزل من الإنجيل، والله سبحانه وتعالى يعلم صدق ذلك وأنتم تعلمونه أيضا قبل أن تحرفوه. والله سبحانه وتعالى لما رأى منهم ذلك وبخهم ولعنهم، قال: قبل أن نلعنكم أو نجعلكم كما لعنا أصحاب السبت. فالله سبحانه وتعالى أيضا لعنهم كما لعن أصحاب السبت ومسخهم قردة وخنازير، وكذلك أبعدهم من رحمة الله سبحانه وتعالى لأنهم لم يؤمنوا ولم يصدقوا. أغلبهم لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بالقرآن الكريم عن جحود وكفر وعناد. ثم ينتقل الله سبحانه وتعالى إلى بيان أنه ممكن أن يغفر الشرك إذا داب الإنسان من هذا الشرك، ولكن لا يغفر الشرك إذا بقى الإنسان عليه، فهو أعظم الذنوب التي يغفرها الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي إن الله تعالى لا يغفر ولا يتجاوز عمن أشرك به سبحانه وتعالى من عباده، ومن يشرك بالله غيره فقد اختلق إثما عظيما. ثم يقول الله سبحانه وتعالى مبينا عن طبائع اليهود وأنهم يزكون أنفسهم بالباطل، فقال: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، أي ألم تعلم وتنظر إلى هؤلاء الذين يزكون أنفسهم ويثنون عليها بالباطل ويصفونها بالطهر، والله سبحانه وتعالى يزكي من يشاء وهو أعلم بهم هل يستحقون التزكية أم لا يستحقون. ثم يقول: ألم ترى أيضا إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أي ألم تعلم بهم وألم تنظر إليهم، أولئك اليهود الذين أعطوا نوعا من الكتاب أو حظا منه من علمه ولم يؤتوا الكتاب كله، أي لم يؤتوا العلم كله، ومع ذلك تكبروا وجحدوا، قال: أولئك الذين لعنهم الله، أي طردهم من رحمته، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ثم يقول أيضا مستنكرا عملهم واستهزاءهم وجحودهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: ألا أم لهم نصيب من الملك، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. إذا أعطاهم الله سبحانه وتعالى نوعا من الملك فإنهم سيجحدون وإنهم سينكرون الناس من فضل الله سبحانه وتعالى ولن يعطوا أحدا شيئا، لأنهم حسدة وهم بخلاء أيضا. ثم قال: ما يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. هؤلاء اليهود الذين ينتمون إلى إبراهيم بزعمهم، إبراهيم عليه السلام،
الله سبحانه وتعالى أعطى آل إبراهيم من آباء هؤلاء اليهود، وأعطى إبراهيم عليه السلام وذريته النبوة والحكمة وآتاهم ملكا عظيما. فلماذا يحسدون الناس وهذا موجود عندهم؟ فكيف يحسدون النبي عليه الصلاة والسلام للنبوة والحكمة التي أعطاه الله إياها؟ وكيف يحسدون المؤمنين على إيمانهم بالله؟ فلماذا لا يؤمنون؟ قال: فمنهم من صد عن اليهود، منهم من صد عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو صد عن دين إبراهيم، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. ثم الله سبحانه وتعالى ينتقل بعد ذلك إلى آيات أخرى سنذكرها في المقطع التالي. يقول الله عز وجل: والله أعلم بأعدائكم، ويقول: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويقول: آمنوا بما نزلنا مصدقا. هذه الآيات كلها تتناسب فيما بينها والتناسب مع الآيات السابقة، فمناسبتها أنه لما قال الله قبلها في الآيات السابقة حكى عن اليهود أنهم يشترون الضلالة، شرح كيفية تلك الضلالة في هذه الآيات بعدها، وأراد بعد ذلك إقامة الحجة عليهم، واستطرد في خبرهم لوعظهم وقصد إحياء الوازع الديني فيهم. فكل هذه الآيات متشابكة مع الآيات السابقة، متشابكة فيما بينها، متصلة مع بعض. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أيضا مناسبته أنه لما هدد الله سبحانه وتعالى اليهود على الكفر بيّن أن مثل هذا التهديد خاص بالكفر، فأما سائر الذنوب فإن الله سبحانه وتعالى قد يعفو عنها ويغفر لها. فالشرك هو سواء كان من اليهودية أو من النصرانية أو من المشركين، هؤلاء لا يغفر الله سبحانه وتعالى، لا يغفره الله عز وجل أبدا إلا إذا تاب الإنسان وآمن بالله سبحانه وتعالى وحده، ويغفر ما دون ذلك من يشاء. ثم يقول: ألم ترى الذين يزكون أنفسهم. هذه الآيات تتكلم أيضا عن اليهود أنهم بالغوا في تزكية أنفسهم، واستطرد في ذكر عدد من صفات اليهود. فكل الآيات متقابلة أيضا متصلة مع بعضها، ترجعون إن شاء الله سبحانه وتعالى عزيز الدارس إلى حل أسئلة التقويم المذكورة بعد تلك الجزئية من هذا الدرس. الحظ، النصيب هو الحظ في قول الله عز وجل: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. قلنا أن النصيب هو الحظ، والكتاب هو التوراة. وقوله يشترون، المراد بالاشتراء هنا الاستبدال، أي يستبدلون الحق بالباطل. وقوله وتريدون ويريدون أن تضلوا السبيل، عطف على يشترون، يشترون ويريدون لمزيد بيان سوء صنعهم، والمراد أنهم يريدون أن تخطئوا الطريق وتضلوا السبيل كما ضلوا هم، وهذا من الحسد والبغضاء والحقد، فإنهم لا يريدون أن يبقوا في ضلالهم لوحدهم، بل يريدون أن يدخلوا معهم المسلمين وضعفاء الإيمان. قوله والله أعلم بأعدائكم، أي أيها المؤمنون وما يريدونه بكم من الإضلال، فالله عز وجل هو عليم به. وأعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا إن التجأتم إليه، فالتجوا إليه، وكفى بالله نصيرا ينصركم فاكتفوا بنصره. وقال بعض العلماء أنه بقوله بالله وليا، بالله نصيرا، هنا الباء كان يكفي السياق أن يقول وكفى الله وليا وكفى الله نصيرا، لكنه جاء بالباء من أجل أن يبين أن المسألة أراد بها الأمر بالاكتفاء بنصرة الله والاكتفاء بولاية الله، فكأنه قال اكتفوا بولاية الله واكتفوا بنصر الله سبحانه وتعالى، وهذا يفيده الباء التي يقول بعض العلماء أو بعض المفسرين أنها زائدة، لكن هذه فائدتها. قوله من الذين هادوا، من هنا تبعيضية أو بيانية، والذين هادوا هم اليهود، والتحريف يحرفون الكلمة أي يميلونها عن مواضيعها الصحيحة وعن معانيها الصحيحة، والإزالة الإمالة هي الإزالة، يميلونه ويزولونه عن مواضعه، والمراد أنهم يتأولونه على غير تأويله، أو أنهم ينقضون الحروف والكلمات ويأتون بغيرها كما هو معلوم في تحريف كتبهم. وقوله ويقولون سمعنا وعصانا، أي سمعنا قولك وعصينا أمرك، ويقولون أيضا واسمع غير مسمع، دعاء على النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك من السخرية والحقد الذي في قلوبهم على نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم يقولون راعنا، فقال الرازي في قوله راعنا أنهم يطعنون في النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الكلمة تجري على معنى السخرية، وتجري على أن أرعنا سمعك واصرف عنا، واصرف سمعك إلى كلامنا وأنصت لنا، وهذا لا يجوز. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الجفاء، أن يؤمر بأن يسمع لهم. وأيضا كانوا يوهمون النبي عليه الصلاة والسلام في ظاهر الأمر أنهم يريدون أرعنا سمعك، وهم يتهمونه بالرعونة، أو أنهم يلون ألسنتهم فيقول راعينا، بمعنى أنت الراعي، راعي للأغنام، يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام بهذا أو يسبونه بهذا العمل. وكل هذه من معاني السخرية التي أرادوها في كلمة راعنا ليا بألسنتهم، أي يلون ألسنتهم ليقصدوا إلى هذه المعاني الباطلة، المعاني الذي فيها حقد وسخرية بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن يقول الله عز وجل ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا، بدل أن يقول راعينا الكلمة الملتبسة، يقول انظرنا أي انتظرنا أو أفهمنا وتمهل في تفهيمنا وفي تعليمنا حتى نعي قولك. وقرأ أبي بن كعب
وأنظرنا من الإنظار أو الإمهال، وهي قراءة تفسيرية، وقيل معناه انظر إلينا، فكأنه استدعاء لهم، استدعاء له أن ينظر إليهم وينتبه لهم. لو قالوا انظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، أي وأعدل وأولى من قولهم الأول وراعنا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب، قلنا هذا خطاب لليهود والنصارى من أهل الكتاب، أوتوا نصيب من الكتاب أي جزءا منه وحظا منه غير وافر، قال آمنوا بما نزلنا، أي بما أنزلنا مصدقا، وهو القرآن الكريم، مصدقا لما معكم من التوراة والإنجيل الحق الذي أنزلها الله سبحانه وتعالى، فهي لا تخالف القرآن. ثم يقول: من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. الطمس هو استئصال أثر الشيء، وهنا هل الطمس كان على وجهه حقيقة بأنه طمس وجوههم؟ هذا قول من الأقوال، يعني أزال العيون والأنف والفم فجعلها طمسا، يعني كالجلد كالظهر، فهذا قول من الأقوال. وقيل أنه أرجع وجوههم إلى أقفائهم إلى ورائهم، وهذا نوع من الطمس أيضا. وقيل أنه لعنهم، أن الطمس أريد به هنا اللعن، وكل ذلك حصل لهم وله شواهد من القرآن الكريم في مواضع أخرى. قال: أو نلعنهم نطمس وجوها فنردها على أدبارها، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. قيل المراد باللعن هنا على وجهه، وقيل هو المسخ لتشبيهه بلعن أصحاب السبت، وقيل المراد نفس اللعنة نفسها كما ذكرنا، والمراد وقوع أحد الأمرين فقد وقع أحدهما كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وكان أمر الله مفعولا، أي سيقع كائنا لا محالة، أو يراد به المأمور، والمعنى أنه متى أراده كان. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذا بيان من الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا آنفا، أنه قد يغفر أي ذنب إلا الشرك، فإنه لا يغفره سبحانه وتعالى إلا إذا تاب الإنسان وآمن بالله سبحانه وتعالى. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون فتيلا. هذا تعجيب للنبي عليه الصلاة والسلام، انظر إلى حال هؤلاء الذين يزكون أنفسهم ولا يفعلون الأعمال الصالحة التي تزكي أنفسهم بالفعل، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعين على التزكية ويعين على الأعمال التي ترفع الإنسان إلى تزكية نفسه وإلى تزكية روحه وإلى تزكية أعماله. ولا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل الجنة أحد إلا بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمة الله عز وجل. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا نتغمد الله وفضل منه وبرحمة منه وفضل. فالإنسان لا يزكي نفسه ولا يزكي عمله، بل يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يزكيه. قال: ألم ترى الذين يزكي أنفسهم يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فالله عز وجل أيضا لا يزكي أحدا إلا مقابل أنه توجه إلى الإيمان واستجاب للإيمان وجاهد في سبيل الوصول إلى الحق، كما قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، فالمتقي هو الذي يستحق التزكية. ولا يظلمون فتيلا، أي لا يظلمون شيئا يسيرا، والفتيل هو الخيط الذي في ظهر نواة التمر، وقيل هو القشرة التي حول النواة، والمراد هنا الكناية عن الشيء الحقير. فالله عز وجل لا يظلمهم شيئا، ولا يظلمهم مقدار ذرة، ولا يظلمون نقيرا، وهي النكتة التي في ظهر النواة. ثم عجب النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من حالهم، فقال: انظر كيف يفترون على الله الكذب، بأنهم يدعون أنهم أبناء الله وأنهم أحباء الله ويزكون أنفسهم، والله سبحانه وتعالى يعلم أن ذلك كله كذب وباطل وافتراء، فالله عز وجل ليس بينه وبين أحد نسبا إلا العمل الصالح. قال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أي هؤلاء اليهود والنصارى، أو اليهود بالذات، لما أتى المشركون يسألونهم: هل بالله عليكم هل دين محمد أفضل أم ديننا؟ هل ديننا أفضل أم دين محمد؟ فقال اليهود المفترين: بل دينكم أفضل. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات، فقال: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت والطاغوت اختلف المفسرون فيه، فقيل هو الكاهن، الجبت والطاغوت الكاهن والشيطان والسحرة، وقيل كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى وأطيع من دون الله وفي معصية الله. هذا الكلام عام كما ذكره بعض العلماء، فقال ابن عطية: مجموع الأقوال التي في الجبت والطاغوت يقتضي أن الجبت والطاغوت هو كل ما عبد وأطيع من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا معنى الجبت والطاغوت بإجمال. هؤلاء اليهود يقولون الذين كفروا، هؤلاء أي أنتم يا كفار أهدى من الذين آمنوا سبيلا، ولكن الله عز وجل قال هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا تحقيرا لشأن الكفار، ولم يذكرهم بضمير الخطاب، فقال بالإشارة إلى الغائب: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، فبيان التحقير لهم. فالكفار سألوا اليهود
عن أفضلية دينهم أو أفضلية دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن دين الإسلام هو الأفضل، ولا واليهود يعلمون ذلك، ولكنهم من باب عنادهم ومن باب حسدهم قالوا أن دينكم يا كفار قريش أفضل من دين محمد. فقال الله عز وجل استنكر عليهم ذلك، قال ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله، أي طردهم هؤلاء اليهود، طردهم من رحمة الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا مهما كان له من الملك أو الفضل. ثم قال أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أم هنا المنقطعة التي تفيد الانتقال إلى كلام آخر من التوبيخ والإنكار والتشديد عليهم. فقال يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم لهم نصيب من الملك فيبخلون من أن يعطوا الناس منه شيئا. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، وقد أشرنا إليها في الكلام السابق. في هنا عزيز دارس بعض اللطائف في هذه الآيات، فقوله يشترون الضلالة، ما دل لفظ الاشتراء على إثار الضلالة والحرص، لأن الذي يريد أن يشتري شيئا يحرص عليه. ففي هذه الآية توبيخ في هذا الكلام والإيثار لهذه الكلمة يشترون الضلالة، إشارة إلى توبيخهم وفضحهم بأنهم يحبون الضلال أكثر من الهدى. والله أعلم بأعدائكم، هنا إشارة إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي الركون إليه والرجوع إليه، لأنه الذي سينصرنا على هذا العدو الذي يعلمه أكثر منا. والباء في قوله وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، ذكرنا أنها تفيد تبيين معنى الأمر في لفظ الخبر، أي اكتفوا بالله سبحانه وتعالى، فكأنه قال اكتفوا بالله وليا واكتفوا بالله نصيرا، فهو خبر بمعنى الأمر. عزيزي الدارس، بعد هذه المفردات أو ما عرفناه من المفردات، هنا بعض الأسئلة التقويمية تحلها إن شاء الله وتجيب عنها، ثم تقارن إجابتك بالإجابة الصحيحة فيما بعد إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرت هذه الآيات بعض القضايا والهدايات، منها ذكر بعض صفات اليهود والمنافقين وتحريفهم للكلام لله سبحانه وتعالى واستهزائهم بالنبي عليه الصلاة والسلام والخلط في عقائدهم وغير ذلك من الآيات التي أو من القضايا التي ذكرناها ترجع إلى قراءتها إن شاء الله سبحانه وتعالى. وننتقل معك عزيز الدارس إلى المقطع الآخر من الآيات، وهو من الآية 56 إلى الآية 59، من قول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما، إلى قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. في هذه الآيات يبين الله سبحانه وتعالى أن الذين كفروا بالكتب المنزلة على أنبياء الله وخاصة بالقرآن، هؤلاء سوف يصلهم الله سبحانه وتعالى نارا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي إذا آمنوا إيمانا صحيحا وكفروا عن سيئاتهم السابقة بالعمل الصالح فإن الله سبحانه وتعالى يدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار وسيكونون مع المؤمنين السابقين. ثم يقول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي في أمانة الحكم والأمانات كلها أدوها إلى أهلها الذين أتمنوكم، ومن ضمن الذين أتمنوكم الله سبحانه وتعالى أتمنكم بكثير من الأمانات، فأدوا أمانته كما أراد وكما أمر وكما شرع وكما أيضا كتب عليكم أن تؤدوها. ثم يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أيضا أمر بطاعة أولياء الأمر، أولياء الأمر هم كما قال هنا الحكام وأصحاب السلطة الذين يحكمون بأمر الله سبحانه وتعالى، وكل من كانت له ولاية إيمانية لا ولاية شيطانية كما ورد عن بعض العلماء والمفسرين. هذه الآيات من قول الله سبحانه وتعالى الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، وقوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومن بعدها من الآيات، وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، كلها تتناسب مع سياق الآيات في أن الله عز وجل ينتقل من حكم إلى حكم ومن أمر إلى أمر ومن شأن إلى شأن ومن تشريع إلى تشريع في هذه السورة. فهذا في تشريع في الحكم وتشريع في الأمانات ينبغي الإنسان أيضا أن يلتزمها ويعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى فيها. عزيزي الدارس، ورد في هذه الآيات سبب في النزول في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت في عبد الله بن حذافة السهمي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فنزلت هذه الآية. هذا كلام مختصر، والمعروف أن الله النبي عليه الصلاة والسلام بعث عبد الله بن حذافة السهمي في سرية من السرايا، فلما كان في موضع من المواضع استشعر معصية أو عملا مخالفا من بعض القوم، فأمرهم بأن يجمعوا حطبا وأن يوقدوا هذه النار ثم يدخلوا فيها، ولكنهم امتنعوا عن ذلك، قالوا نحن ما هربنا أو ما دخلنا في الإسلام إلا هروبا من هذه النار.
فامتنعوا عن ذلك حتى أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال لو دخلوها ما خرجوا منها. فالله عز وجل قال: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء أي في أمر من الأمور مثل ما وقع بينكم وبين عبد الله بن حذافة السهمي فارجعوا إلى الله ورسوله، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام الحكم في مثل هذا الأمر أو في مثل هذه الكيفية التي أرادهم بها عبد الله بن حذافة السهمي، وكان لا يجوز للإنسان أن يطيع أحدا في معصية الله سبحانه وتعالى. من معاني الكلمات في هذه الآيات في قول الله عز وجل: إن الذين كفروا بآياتنا، الظاهر عدم تخصيص بعض الآيات دون بعض، بآياتنا أي بآيات الإيمان وبآيات الله سبحانه وتعالى معجزاته، وسوف قول سوف نصليهم نارا سوف تذكر للتهديد وتذكر للبعد، ومعنى نصليهم أي ندخلهم، والمراد سوف ندخلهم نارا عظيمة، لكن قوله نصليهم فيه زيادة على الإدخال بأنه يزيد في عذابهم حتى يصطلون ويشتوون في هذه النار. وقوله كلما نضجت جلودهم، النضج أخذ الشيء في التهري وتفرق أجزائه، ومنه نضج اللحم ونضج الثمرة إذا استوت. ثم يقول: بدلناهم إذا نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، معنى أن كلما احترقت أعادهم الله سبحانه وتعالى أعاد جلودهم مرة أخرى أو بدلهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ذلك التبديل من أجل دوام الذوق واستمراره، كما ورد عن السمخشري رحمه الله قال: ليدوم لهم ذوق العذاب ولا ينقطع، كقولك للعزيز أعزك الله أدام الله عزك، فالمعذب تقول ذوق العذاب وهو يذوقه أيضا، فكأنه يراد به أن يدوم ذوقه لهذا العذاب. وهذا من اللفتة الجميلة في عند الزمخشري: إن الله كان عزيزا حكيما ألا يغالب، عزيز لا يغالب، حكيم يضع الأشياء في مواضعها. وقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وصف للمؤمنين بأنهم قرنوا العمل الصالح بالإيمان، لهم فيها أزواج مطهرة أي مطهرة من الأدناس والأرجاس والأخلاق الرذيلة التي تكون في الدنيا، لهم ظلا ظليلا أيضا، الظليل أو الظل الظليل هو الكثيف الذي لا يزول وليس فيه حر ولا قر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قلنا هذه الآية ذكرت الأمانات كلها، وهي من أمهات الآيات المشتملة على كثير من أحكام الشرع، والظاهر أن الخطاب يشمل جميع الناس في جميع الأمانات، وتدخل أمانات الولاية والسلطة دخولا أوليا، وأداء الأمانة تسليمها إلى المؤتمن، والأمانات جمع أمانة وهي ما يؤتمن عليه الإنسان سواء كان حسيا أو معنويا من متاع أو من الأشياء من الأسرار ومن الكلام ومن الأشياء الخفية من المعاني التي يراد إسرارها بين الناس. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: إذا حكمتم بين الناس أن تحكم بالعدل، معناها إن الله يأمركم إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والعدل هو فصل الحكومة على ما في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتوخي العدل وتوخي القسط. وقوله إن الله نعمة هي نعمة ما ركبت نعمة مع ما ونزلت منزلة الكلمة الواحدة فصارت نعمة، وما ما في هذه الكلمة جوز النحاء أن تكون الموصوفة أو الموصولة أو أن تكون نكرة تامة، وكلها لها معاني في اللغة العربية. والوعظ التذكير نعمة يعظكم به، الوعظ هو التذكير المصحوب بالزجر والتخويف، الوعظ هو التذكير المصحوب بالزجر والتخويف. وجملة إن الله كان سميعا بصيرا أي عليما بما تفعلون وما تقولون، بصيرا بأعمالكم، وهذه الكلمة فيها بشارة ونذارة، فإذا كان الله عز وجل يرى عملك ويبصر ما تفعل إذا كان خيرا فإنك تستبشر أن الله مطلع عليك وسيجازيك حسنا، وإذا كان الإنسان يعمل عمل سوءا فإن الله مطلع عليه ويجازيه بعمله إذا كان سوءا جزاء وفاقا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهي أمر لطاعة الله ورسوله. قيل من هم أولي الأمر؟ قيل اختلف في أولي الأمر هنا، قيل الأئمة والسلاطين وهذا هو أولي الأقوال، والقضاة يعني الذين لهم ولاية وسلطة وحكم، وكل ولاية وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية. وقيل هم أهل القرآن والعلم العلماء، وقيل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهذا مؤقت في عهدهم، وقيل هم أهل الرأي والعقل، والراجح هو القول الأول قلنا لشموله، ولأن سياق الآيات يتكلم عن ذلك. والمراد بطاعتهم تنفيذ أوامرهم بما لا يعطي معصية لله سبحانه وتعالى أو يفضي إلى معصية، فإن تنازعتم في شيء من الأشياء بينكم وبين حكامكم فردوا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالإنسان يعيد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى لكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام حتى يستنبط أحكام المستجدات التي قد تطروا على الإنسان. هنا بعض اللطائف وفي تحليل الآيات ترجع إليها إن شاء الله سبحانه وتعالى، وسجد بعض اللطائف التي ذكرناها وهي مناسبة لسياق الآيات، وكذلك ذكرنا قضايا بارزة وأحكام ذكرت الآيات، وأهمها الأمانة التي مذكورة ببروز ووضوح في هذه الآيات. وهناك أيضا
بعض الهدايات التي نستنبطها من هذه الآيات أيضا. وهناك أسئلة للتقويم ترجع إن شاء الله سبحانه وتعالى وتجيب عنها، ثم تقارنها بالإجابة النموذجية. وعزيز الدارس، في نهاية هذا الأمر أو هذه الوحدة، هنا نشاط أود أن أنبهك عليه، وهو يتكون من فقرتين. الفقرة الأولى أن تكتب بعض صفات اليهود وأفعالهم من خلال هذه الآيات، تستنبط صفات اليهود المكتوبة والمذكورة في هذه الآيات ثم تكتبها بالتفصيل وتبينها، وكذلك تذكر بعض الأمانات التفصيلية التي تجب على الحاكم في حكمه، تجب على الحاكم وليس على المحكوم، ثم تنتقل بعد ذلك إلى تلاوة الخلاصة في هذا الدرس، وتسترجع ما درسناه في هذه الوحدة. وإن شاء الله سبحانه وتعالى تعينك هذه الخلاصة على التذكر والانتفاع بما قد مر من دراسة في هذه الوحدة وفي هذه الآيات. أعانكم الله ووفقكم وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.